السلام عليكم. شرفنا بزيارتك سيدي الوزير. سؤال عندي سؤال محدد بالنسبة للاستثمار الأجانب في البلاد. السؤال تاعي هو هل نتكلم باسم المنظمة الوطنية للمجتمع المدني وكوني مهندسة في صنعبراك ونعرف الميدان جيد بالنسبة لصنعبراك. السؤال تاعي هو هل الاستثمار الأجانب يكون دائما بنسبة 50% للأجانب و 49% بالنسبة لصنعبراك؟ إذا كان في مجال المحروقات، على العلم أن في المجال الطبيعي ماشي بنسبة 51% ونسبة 49% لصنعبراك، وإنما بنسبة 99% في حكم السيطرة للأجانب، وما تتجاوز 1% بالنسبة لصنعبراك كهيئة وكمسير مسير. وشكرا. السؤال بالنسبة للاستثمار الأجانب في الجزائر، نتكلم على مجال المحروقات، هل سيكون دائما بنسبة 50% للأجانب و 49% بالنسبة للصناعات؟ لا ماشي لا درس زين نطرح على الواقع اللي نعيش فيه. أنا إطار في صناعات ورانا نعاني من هذه النقطة. هذه هي الإشكالية اللي عندي. هل ممكن تحويل بالنسبة للبروجي اللي كان فيه؟ يعني تحويل من 49 إلى 51 السيطرة لصنعبراك. إيه، ولكن في أي مشاريع تتكلم عليهم؟ أنا المشاريع مشروع ليمبي. مشروع تاعك؟ ليزونغري. أسئلة. شكرا. على أي حال أنا عندي نظرية على قاعدة هذه. أنا علمت لمن تحت شعارها تماما. أنا نقول بلي القاعدة لازم يقروها للشركين، ماشي واحد بيروقراطي يقول لازم ياخذ 91 وآخر ياخذ 49، لأن المشروع كل مشروع عنده خصوصيات ديالو. كاين مشاريع اللي عندهم مردودية عالية، يمكن احنا نحبوا ناخذ 80 والشركة الأجنبية 20، وكاين مشاريع أخرى ما نحبوش ناخذ 80 ناخذ 20 وياخذ 80. لما تفهم كيف تعمل المشاريع تفهم اللي يعني هو الصح. علاش؟ لأن اللي ياخذ يجب أن تجيب من شركاء ليأخذ الأخطاء، لأن كل مشروع فيه أخطاء. كان أخطاء مالية، كان أخطاء مالية، كان أخطاء فنية، كان أخطاء سياسية، كان أخطاء تكنولوجية، كان أخطاء تسيير، كان أخطاء. لازم كل شريك يأخذ الأخطاء اللي يقدر يسيرها، اللي يقدر ينسقها ويقدر يتابعها، ماشي يأخذ الأخطاء اللي ما يقدرش يمشيها، ما يقدرش يسيرها. ولذلك انا نقول الشركين الجزائري مهما كان، والشريك دائما نعملوا في الجزائري، نعطيو له نامنوا فيه ونخليه هو ياخذ القرار، ماشي واحد يعني يكون 51 وهذه اللي ما نعرف على اي اساس يعني ناخذ هذا القرار. مثلا القطاع الفلاحي، القطاع الفلاحي المردودية ديالو ما تكونش عالية، ولذلك واش نلزم يعني مستثمر جزائري ياخذ 51؟ لأن لما ياخذ 51 غادي يحط 51، راح يجيب الأموال ديالو 51، إذا كان 100 مليون دولار يحط 51 مليون دولار، مين يجيب هذه الأموال؟ الجزائري ممكن ما يكونش عنده هذه الأموال، يمكن أجنبي يكون عنده الأموال. ولذلك نقول أنا دائما يعني عندنا دائما يقولوا لي ودي روحهم قبلوا وروحهم يخدموا 49 51، ولكن انا نقول لهم السؤال شحال واحد ما قبلش وراح ما عرفوش الارقام اللي جاوا ما قبلوش 51 49، منهم هاد الناس ما عرفوهمش. ولذلك انا نقول القاعده هذه يقرروها الشركين مع البنوك ديالهم، باللي مثلا انا ناخذ 20 تدخل 8، كان الجزائري ولا اجنبي، ونعملوا في صنعتها اذا تصدر 80 وشركه من 20 تبارك الله.
ولا يقولوا احنا ما عندناش اموال كافيه ولا ما عندناش معلومات تكنولوجيه ما عندناش تجربه تكنولوجيه باش نديروا هذا المشروع، احنا نمشيو ناخذوا الاخطار التكنولوجيه. احنا درنا تجربه في البوليمات في سكيكدا وفشلنا. ناخذوا الاخطار اللي نقدروا عليهم نقدروا نمشيهم لما نطوروا يكون عندنا التجربه والخبره وغير ذلك نزيدوا في هذا المجال وفي كل هذه الاشياء مثلا. وشكرا. لا تنسوا زيارة موقع دكتور خليل شكيب. نتكلم عن الاقتصاد، عن الطاقة، عن العلم.